حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة. ومنذ أن بدأت حركها نحو تحقيق ما وضعته من برنامج حكومي مع بعد انتخابات تشرين، فإن قوى الإطار الشيعي ما زالت تسير على وتيرة واحدة من تحقيق أهم البنود التي وضعتها لخدمة المواطن. وبعد فترة ليست بالقصيرة كانت قد شهدتها العملية السياسية من تناحرات وخلافات، فاليوم ينتهي المطاف عند البحث عن تشكيل حكومة خدمة وطنية لطالما قد سعى إليها الإطار في خطوة لم تطرأ على المشهد، فالذهاب نحو إنجاز ثورة خدمية تشمل كل مفاصل الدولة بات أمرا بالغ الأهمية في ظل تهميش الحكومات السابقة للمواطن العراقي، وبعد أن جعلت همه الأول والأخير هو رغيف الخبز ليتم عزله عن حقوقه المشروعة من الخدمات. إذن مشاهدينا، في هذه التغطية الخاصة نناقش مجمل ما تذهب باتجاهه قوى الإطار من أجل خدمة المواطنين، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. مرحلة مقبلة مهمة تستدعي الإسراع ببدء الخطوات بجدية لإنجاز مهام تشكيل الحكومة المقبلة حتى في مرحلة انسحاب الكتلة الصدرية واستقالتهم من البرلمان. فبعد اجتماع أعضاء الكتل الشيعية أفضى إلى مخرجات تروم إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل لجنة تفاوضية بتعيين شخصيات ترأسها للحوار مع بقية الكتل الوطنية في محاولة للخروج من شبح الجمود الذي أقحمت به العملية السياسية وصراع المكاسب الشخصية. والمصادر تشير إلى تتابع اجتماعات أخرى بخطوات مستمرة ومكثفة للبحث عن آلية مناسبة لشكل الحكومة الجديدة بعد تصريح ائتلاف دولة القانون بعدم الشروع بتشكيل الحكومة إلا بعد وجود البدلاء عن المستقيلين من الكتلة الصدرية لملء الفراغ الدستوري وفق نظام الاستحقاقات الانتخابية وإعادة التوافقات المعمول بها إلى طاولة الاجتماعات، فالمشهد لا يحتمل الإقصاء والتهميش مجدداً. إذ يرى الإطار الشيعي وجوب تشكيل حكومة خدمة وطنية تنسجم مع متطلبات المواطن، بالوقت الذي يصرح متابعون أن هذه الاجتماعات لم تكن لولا تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة. والإطار الشيعي ما يزال مساعيه تهدف إلى لملمة الأطراف للمضي بتحقيق مطالب الشعب. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب سوية بضيوفنا الكرام. عضو مركز الهدف للتحليل السياسي الأستاذ مهند جواد، أهلا بك يا سيد مهند ضيفا كريما، وكذلك ترحب بكم الباحث بالشأن السياسي الأستاذ مرتضى تميمي، أهلا بك يا سيد مرتضى. أستاذ مهند، نبدأ معك سيد مهند. الإطار اليوم يتحدث عن حكومة خدمات، همها الأول تقديم الخدمات للمواطنين، لكن هل الإطار الشيعي واثق من إمكانيته على تشكيل الحكومة أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. الواقع أنه ليس بالأمر السهل تشكيل حكومة مع وجود هذه التناقضات والتناحرات، وكان هناك مخاض أسير حل ما وصلت إليه هذه الأوضاع، وحتى قضية انسحاب التيار الصدري من البرلمان فهو خطوة لا يطمئن إليها الجميع، وهي لا تعد حل الأزمة السياسية، لأن إلى الآن القضايا مبهمة وهناك توجسات كبيرة من الأطراف السياسية وغموض بالمواقف، حتى أنه بعض التسريبات الموجودة أنه إلى الآن الاستقالات هي غير قانونية، لم يبت بها لأن وقعت من قبل رئيس البرلمان ولكن سحبت من البرلمان، والآن هي في الحنانة وليس في البرلمان، لذلك أي وثيقة رسمية في البرلمان غير موجودة، وهذه معلومة من مصادر موثوقة داخل البرلمان. إلى الآن إذن الأمر قلق جدا من هذا الجانب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه هناك تناقضات كبيرة أيضا في الأطراف الأخرى، كيف يتفق الأكراد فيما بينهم على تسوية رئاسة الجمهورية إذا كان هناك حل للأزمة السياسية أو شبه حل في الجانب الشيعي ولكن إلى الآن قائمة في الجانب الكردي،
أيضا هناك بعض المتحالفين وبعض الساخطين على سياسة الحلبوسي في الجانب السني والتحقوا بالإطار، ما موقف هؤلاء وما موقف الإطار منهم؟ هل يمضي معهم لتمرير مشروعهم أم يتحالف مع الحلبوسي الجديد؟ إذن الوقت مبكر على الحديث على شكل الحكومة فيما إذا كانت حكومة خدمات أو لديها القدرة على تقديم فعلا هذه الخدمات؟ نعم نعم، هذا الأمر هو يجب أن يكون هذا هو الهدف الاستراتيجي لأي حكومة مقبلة، أنه تقديم الخدمات والنظر في المشكلات الموجودة. أنا أتصور أنه جميع الحكومات الماضية عانت من خللين أساسيين. الخلل الأول أنه هناك انفصال ما بين القوى السياسية وخصوصا في الجانب الشيعي وما بين الشارع، أنه إذا كان دائما المسؤول محتجب عن الناس فإن هذا الاحتجاب يمثل خطر، لأنه لا يعرف الواقع بشيء كبير وعن كثب. هذا أمر يعني حتى موجود في روايات أهل البيت عليهم السلام، أنه يحذرون من احتجاب السلطان والوالي عن الناس، لأنه يكون هناك بون بينه وبين المجتمع. والأمر الثاني هي البطانة والمستشارين. كثير من البطانة هي التي تلعب دور مصالح خاصة، لذلك تقترب من طرف تبتعد عن طرف، تحاول إبعاد الكفاءات والأصوات والمقترحات التي تنفع الحكومة. لذلك أنا حسب ما أرى أنه كانت واحدة من خطوات عادل عبد المهدي التي أثارت عليه كثير من الأطراف اقترابه للشارع العراقي. لذلك هو في أحد الخطابات يعني تعجب أنه قال كنت قريب للشارع العراقي، رفعت كل الحواجز بيني وبينهم. هذا ليس مدحا للشخص، ولكن أنا أقول هذه سياسة هي سياسة ناجحة. لذلك بعض الأحزاب كانت ترفض هذه السياسة، وبعض القوى الدولية رفضت هذه السياسة، لأن كل ما كان الحاكم قريب إلى المجتمع يعرف بمعاناة المجتمع يستطيع الخروج من هذه الأزمات. طيب سيد مرتضى، لماذا هذا الجدل القانوني أو الدستوري حول قضية استقالة التيار الصدري والسيد الصدر؟ أكد للمرة الثانية عدم وجود نية للعودة إلى البرلمان والمشاركة مرة أخرى بالعملية السياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أنا لا أظن أن التيار الصدري سيشارك في الحكومة المقبلة، وحتى عودة البرلمان صحيح تشوبها الشوائب، خصوصا أن الاستقالات رفعت من البرلمان ووضعت في الحنانة، وهذا خبر مؤكد. أنا أؤكده أيضا، يعني أضيف تأكيدا لما قاله السيد مهند. التيار الصدري الآن خارج العملية البرلمانية وليس السياسية، البرلمانية. لماذا؟ لأن كل الدلائل تشير إلى إعادة الانتخابات أو تمديد عمر حكومة الكاظمة. اليوم هو الخيار يعني راح يؤدي لنفس النتيجة. نفس النتيجة ممكن، والتيار الصدري سيشترك بالحكومة المقبلة وبالبرلمان المقبل، وليس الحكومة بعد، موضوع الحكومة غير محسوم. لكن عمر حكومة الكاظمي سيستمر إلى حين انتخابات جديدة، وأنا أكاد أجزم حتى قبل 8 أشهر جلسنا هنا ناقشنا هذا الموضوع مع الإخوة. ما يجري اليوم؟ اليوم المحكمة الاتحادية ماذا فعلت؟ قرارات المحكمة الاتحادية التي جاءت على لسان وزير المالية، وزير المالية ماذا قال؟ قال بأن لا تخصيص أموال كردستان في هذه الموازنة ما لم يدفع الإقليم أموال النفط المترتبة عليه إلى المركز، وعلى أساسها سيدرج ضمن الموازنة. على ماذا يدل هذا؟ هناك خلاف كردي كان، لكن اليوم الكرد سيتفقون على ماذا؟ على انتخابات جديدة، على الخروج من البرلمان. بالنهاية المصالح هي التي تحكم، وأنا أحييهم صراحة، اللي يفكر بمصلحته، مصلحة شعبه، مصلحة الفئة مالته القومية، لا ضير بالنهاية لا ضير، لكن أخرج لي بتوافق. خلافات ذكرها الأستاذ مهند بين السنة ذاتهم على شخص الحلبوسي وعلى الوزارات، وزارة الدفاع هناك عليها خلافات كبيرة، الخلافات داخل المكون الشيعي، والخلاف واضح بين الإطار والتيار. اليوم لدينا أيضا خلاف داخل الإطار لا نحب التطرق عليه، لكن كل الدلائل تشير، كل الأمور تشير إلى إعادة الانتخابات. حتى الكتل المستقلين وكتلة امتداد وغيرها اليوم تفكر بإعادة الانتخابات، لذلك أغلقت مكاتب لنوابها، أجبرتهم على أن يغلقوها في الناصرية وغيرها، وتحركوا اليوم لبغداد، وغدا يذهبون إلى محافظات أخرى. ماذا يجري؟ يجري لتجهيز الشارع حتى يسقط هذه العملية السياسية الغير مكتملة الأركان أصلا الهشة،
ويسقط البرلمان أو يسقط الانتخابات على أمل إجراء انتخابات جديدة تنصف أو لا تنصف، هذا نتركه للأيام. طيب بالنسبة للإطار الذي كان يرغب سابقا بإعادة هذه الانتخابات، موقفه ما زال مصر على إعادة الانتخابات لو أن المعطيات السياسية الجديدة قد تغير من رأيه؟ أستاذ بشار، نحن لسنا متحدثين باسم الإطار، لا أنا ولا حتى السيد محمد. لا، قراءتكم للمعطيات السياسية اليوم، يعني رغم كل هذه المعطيات اللي ذكرتها، لكن الإطار يتحدث عن شكل الحكومة، أهداف الحكومة، برنامج الحكومة. من واجب الإطار بعدما انسحب التيار، نحن دعنا نخرج من موضوع التحليل لندخل ضمن الواقع. الواقع ماذا يقول؟ أن التيار انسحب. الواقع يقول أن الأمور مهيئة لإدخال الآخرين حتى يحلوا محل النواب الذين انسحبوا من التيار. فهذا الأمر إذا ما حسبناه بالأرقام هو مهيئ جدا للإطار كي يذهب بتشكيل حكومة الخدمات التي يسعى إليها. أنا أتفق معك بهذا الشيء، لكن هل هذا ممكن أو لا؟ لا أعلم. إذا ما ذهب الإطار لتشكيل حكومة الخدمات، طب أين كان الأخوة من أصدقائنا وأخوتنا السنين الماضية؟ لماذا الخدمات لم تكن متاحة؟ لماذا اليوم أنا أفكر بالخدمات؟ هذه كلها تساؤلات يجب أن نسأل الأخوة بالإطار. نحن لا نجلس فقط لننتقد الآخرين، إذا ما قومنا سياسيين بالأول فنحن فعلا هذه هي الأمة المرجوة وهذا هو الوعي المنشود. نقوم سياسيين بالأول، أين كنتم طيلة 20 عام الماضية من الخدمات والإعمار؟ بعد 20 عام واحد يصحى حتى يفكر أن يقوم بالإعمار؟ لذلك سنذهب معكم ونتفق ونساندكم إذا ما فعلا رأينا منكم الخطوات الحقيقية. ما يفعله الإطار اليوم وهو كل هذه الخطابات التي تريد الحكومة أن تكون حكومة نحن نقف معه ونؤيده ونسانده وندافع عنه، بشرط أن تكون هذا الكلام ليس وعودا فقط وليس تقاسم سلطة. نحن نريد فعلا التكنوقراط أصحاب الكفاءات والرجل الصاحب المكان صحيح أن يجلس بهذا المحل حتى يدير الزراعة والصناعة والنفط وغيرها وكل هذه الملفات. نحن نريد اليوم قائد واضح يخرج العلن يقول أنا عندي مشكلة الكهرباء في الشركة الأمريكية وكذا كذا أمام العالم كله. نحن نريد هكذا أشخاص اليوم، أما نبقى في دائرة الإبهام ودائرة عدم الوضوح. دافعنا عن الإطار وندافع عن الإطار وعن الجميع طيلة الفترة الماضية، لكن للآن الموقف غير واضح. طيب، واتفق معي الكثير. أستاذ مرتضى، محق ربما بنقطة مهمة، أنه قوى الإطار الشيعي هي موجودة بالحكومات السابقة وربما رأست هذه الحكومة، لكن أي حكومة خدمات مقبلة ليتحدث عنها الإطار الشيعي حاليا ممكن أن تنجح؟ ألا تلاقي ربما معارضة أو عرقلة من قبل التيار الصدري أو أطراف سياسية أخرى؟ نعم، هذا شيء وارد جدا، ولكن على القوى الإطار مجموعة من الأمور أن يقوموا بها. الأمر الأول، إذا ذهبنا إلى قضية أنه التيار الصدري يبقى على انسحابه ويبقى خارج البرلمان، هذا خيار أول، لكنه موجود بالشارع، خط أول. نعم نعم، سوف أتطرق للشارع. الأمر الثاني، أنه على فرض أنه يقومون بالدخول إلى البرلمان وأنه يبقى التيار الصدري خارج البرلمان، لابد أن يقوم الإطار بجملة من الأمور. أولا، تشكيل الكتلة الأكبر من أجل تقديم رئيس وزراء، هذا أول أمر. الأمر الثاني، أنه تغيير قانون الانتخابات، لأن قانون الانتخابات نفس المحكمة الاتحادية يوم أقرت النتائج للانتخابات أشارت واقترحت أنه البرلمان المقبل ينبغي عليه تغيير قانون الانتخابات. الأمر الثالث، تغيير المفوضية العليا للانتخابات حتى تكون هناك انتخابات نزيهة وتكون هناك انتخابات تجري وفق الأطر القانونية والكفاءات الموجودة داخل المفوضية. الأمر الثالث الرابع، أنه الإطار التنسيقي الآن في اختبار حقيقي ومحك حقيقي على الشارع، أنه هل أنه صادق وقادر على أداء الخدمات وتشكيل حكومة تقوم بالخدمات ومدعومة من كل الأطراف. لأن المشكلة الكبيرة أنه أي رئيس وزراء يجي يريد يقدم مشاريع، جهتين توقف ببوجهة، الجهات الخارجية ومعروفة الولايات المتحدة الأمريكية كيف تعطل الكهرباء وتعطل التسليح للعراق وتعطل قضية الاقتصاد، لأن الأموال العراقية
من يعني واردات النفط تذهب إلى الخزانة الأمريكية وهم يطلقونها للعراق، لذلك هم يمسكون بالأموال وبالأرصدة. هذه الجهة الأولى، الجهة الخارجية. الجهة الثانية هي جهة داخلية، بعض الأحزاب الموجودة إن كانت شيعية أو سنية أو كردية تحاول تعطيل أي رئيس وزراء يقوم بالخدمات حتى لا يحسب له إنجاز، ومن ثم يكون هو الشخصية الأوفر حظا ويهيمن على البرلمان والقرار السياسي، ويكون هو يعني شخصية مقبولة من قبل المجتمع. هذه الجهتين، فهم اليوم في اختبار حقيقي أنه يضعون رئيس وزراء كفو، رئيس وزراء له صلاحيات كبيرة لا يفرض عليه لا من الداخل ولا من الخارج حتى يقوم بالخدمات. الأمر كيف يكون؟ يكون من خلال الشفافية في الطرح. أمير المؤمنين عليه السلام سن قانون في الحكم، أول ما استلم السلطة وأتى إلى الكوفة خطب بأهل الكوفة، قال: لا سر بيني وبينكم إلا في حرب، وأتيت بعباءتي هذه وراحلتي هذه، مضمون كلامه، فإن خرجت عنكم بغير هذين فأنا خائن لكم. يعني أنا أولاً كشف حسابات واضح أنه أنا ما عندي غير هذا. الأمر الثاني، ما عندنا سر، تطلع تشكل الحكومة، أقول نسبة الأكراد بالحكومة وبالوزارات هلقد، نسبة السنة هلقد، نسبة دولة القانون هلقد، نسبة الفتح هلقد، وزراء الفتح ذولي، فأي واحد يخفق بالوزارات أخفقت هاي الكتلة، هاي الكتلة أخفقت. هاي الصراحة مو موجودة عندنا، أنه أروح أتعاقد مع الشركات، أعقد حتى قانون موجود في أمريكا يسموه الإقرار تحت الشمس، تناقش الأمور الكبيرة بالكونغرس الأمريكي على الفضائيات حتى يعرف من يبطل وشنو الناس وشنو قاعد يصير. واضح أنه كثير من الأمور، خيار حرب تدخل أمريكا يناقش على الفضائيات، وتعرف خيار الحرب خيار سري، خيار عسكري، خيار أمني، فما يصير واحد على الفضائيات هم مع الفضائيات يناقشوا. هاي المسائل لازم يكون وضوح، يكونوا صادقين، مو نبس وغموض وتختل وما ندري، انه يوم يقولون انه قانون الامن الغذائي قانون النهب، اليوم الاخر مباشره يقولون قانون الامن الغذائي هو قانون لازم نسيره حتى تمشي امور الناس. هسه احنا بيا خيار نمشي؟ انه لازم يكون وضوح، حتى اذا كان عندك استجدت الامور خلي الشارع دائما في هذا الصوره حتى تكون عنده الامور واضحه. فاليوم الإطار التنسيقي أمام اختبار حقيقي، وهذه الفرصة الأخيرة. وأيضا أضيف أنه أي رئيس وزراء يأتي بالدورة الجديدة ينبغي أن يؤخذ رأي التيار الصدر، وخصوصا رأي السيد الصدر، لأنه شخص فاعل وله ممكن تأثير، ممكن أن يؤخذ رأي السيد الصدر في حال ترشيح قوى الإطار للسيد المالكي مثلا أو عادل عبد المهدي، وهذه الأسماء مطروحة. أنا جايك هسه الأمر الثاني، هذا الأمر الأول لازم نأخذ رأيه حتى يكون بالصورة. والله هذا السؤال يعني لا قوي. يعني الأمر الثاني، أنه لابد على الإطار التنسيقي أن يبتعد عن كل شخصية إشكالية عليها إشكالات. احنا نريد نمرر مرحلة انه مو فقط على قولة اهلنا الامهات جابت ذولا وقطبت بعد شو ماكو، لا، انه كثير من الخيارات موجودة، كثير من السياسيين موجودة. هذا التدوير الدائم لنفس الوجوه ونفس السياسات هذا يستفز الاخرين، وانه اكو تجربة، ولذلك نحن نتقدم بالتجربة، واحد يتقدم بالتجربة، خلي ذولي فاعلين ولهم تأثير ولهم شخصيات ولهم انجازات ولهم كتل ولهم رأي سياسي، ولكن الآن يفسح المجال للآخرين ويجربوا ماذا يصنع الآخرون. طيب، السنوات الماضية سيد مرتضى كان الكتل السياسية تبحث عن رئاسة حكومة ضعيفة نوعا ما للسيطرة عليها، لكن اليوم هناك تؤكد القوى السياسية بالأجمع أن الوضع السياسي والمعطيات السياسية الحالية بحاجة إلى رئاسة حكومة، رئاسة وزراء، شخصية قوية من أجل أن تعبر بالبلاد بهذه المرحلة وهذه الصفحة السياسية، لكن ربما وقت مبكر. من الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة؟ وطرح اسم السيد المالكي وعادل عبد المهدي مرة أخرى. شاطر السيد مهند في كثير من ما ذهب إليه، وهو فعلا هذا رأي الشارع. اليوم نحن يجب أن ننزل إلى الشارع، نحن أولاد الناس، نحن المجتمع، نحن إطار التنسيق يجب أن يستمع إلى رأي الشارع. مجموعة المستشارين والبطانة الذي تكلم عنهم هم من أوصلوا البلد، حتى مستشاري السيد الصدر أنا ذكرتهم على هذا المنبر، كلهم أوصلوا البلد إلى هذا الانسداد. اليوم إذا ما أراد الإطار
أن يطرح الأسماء التي تلاقي مقبولية للجميع. يجب أن أبتعد عن الأسماء الإشكالية كما طرح الأستاذ مهند. الأسماء لماذا؟ أنا اليوم زعامات كالمالكي، زعامات كفلان، فليبقى زعيما ويوجه الأمور ويبقى هو. يعني سيد الصدر ما فد يوم طرح نفسه أنه هو لازم يكون رئيس وزراء، ولا حتى سيد عمار الحكيم، ولا حتى مثلا شيخ همام أو حتى شيخ قيس. لذلك بعض الأسماء التي يعني حتى السيد المالكي اليوم، الأفضل للسيد المالكي أن يبقى زعيما. أنا اليوم زعيم، لماذا لا يجب أن أصبح رئيس وزراء؟ خلاص خلصت هذه التجربة. أنا اتفق في كثير مع السيد المالكي في أمور، وأنا أختلف في كثير. قلت لك نحن الناس، نحن الشعب. لذلك أنا اليوم يجب أن أضخ بدماء جديدة تخلق توازن. هذه طبعا عذرا عن المقاطعة، أنا سمعت أنه السيد المالكي ما قابل على طرح. أنا أعرف هذا الشيء، حتى نحن نكون منصفين للحملة أكثر. لكن طرحت هذه أجبته على هذا. نعم أنا أصلا جايك بالكلام اليوم أن أجلب شخصيات تتمتع بمقبولية عند الآخرين، بمقبولية عند تيار الصدري والكرد والسنة، حتى أقويها ولن أتنصل عنها كما فعلوا مع السيد عادل عبد المهدي، وخذله الجميع وانقلبت عليه الأمة كلها، والرجل لم يفعل شيء، بالعكس كان واضح، كان شفاف. الأمور الشفافة أن آتي بشخص لديه برنامج حقيقي. الشارع اليوم سيد مرتضى ربما بعد ما يهتمل من قضية الأسماء والشخصيات والرموز، يريد برنامج التيار راح يقدر يحقق هذا البرنامج وفق معطيات سياسية كما ذكرت، تحديات أطراف داخلية ربما تعرض التيار للإطار. الإطار. نعم. أيضا تدخلات ربما خارجية، ولايات متحدة اللي ربما تمسك هي بالملف الاقتصادي بالعراق بشكل كبير. اليوم أي شخص يريد ينجح بحكومة عراقية يجب أن يمسك العصا من المنتصف، أن يضع يد بيد الجمهورية الإسلامية ويد أخرى بيد الولايات المتحدة. لنكون واقعين، نحن ضد الولايات المتحدة في كثير من الأمور أو لأغلب الأمور، لكن كيف لي أن أروض هذا الوحش؟ كيف لي أن أروض الولايات المتحدة؟ إذا ما جلست واتفقت معته وخلقت توازن في المنطقة، في العراق الحلقة الأضعف اليوم، العراق الحلقة الأضعف أخي العزيز، الشارع اللي يفتقد إلى كل مقومات الدولة. خلينا لنكون واقعيين، نحن نفتقد إلى أي شيء من الدول، حتى دول الجوار التي الغارقة بالحروب وبالضعف الاقتصادي، لكن هي أفضل منا في كثير من الأمور. نحن إذا ما أردنا اليوم أي رئيس وزراء عراقي يجب أن يمسك العصا من المنتصف ويخلق توازن أولا بين الكتل السياسية والأطراف ويكون قريب من الشارع، ثانيا أن أرضي جميع الدول. بالنهاية الولايات المتحدة شئنا أما بينها تتحكم بمصير كثير من دول العالم، أموال العراق عندها، الأمم المتحدة لها، منظمة الصحة العالمية لها، الإعلام لها، الفضاء لها، فضاء العراق سماها العراق لها. إذن نحن تحت الاحتلال. أن آتي بشخص يخلق التوازن ونجلس مع الأمريكان بوضوح وشخص يا أبا أنت عندكم قوات كذا كذا وإحنا عندنا مقاومة، بالنهاية تريدون هاي اطلع قواتك أخي العزيز، أنا عندي اتفاقيات وياك، حتى الاتفاقية الأمنية العسكرية الاستراتيجية اللي وقعت زمن السيد المالكي ما جاءت تطبق، احنا اما نعيد النظر بها او نلغيها ونتجه الى الاقتصاد. العالم اليوم يتجه الى الاقتصاد. اجلس حتى مع الولايات المتحده لكن تحت الشمس بوضوح، حتى لا يخونني فلان ولا يطعنني فلان ولا يشكك بتاريخي فلان. انا اليوم من اجل مصلحه العراق اتصالح مع الجميع. في يوم من الايام احد قيادات العراق الشهيره التي ذهبت في وقتها قال انا اتحالف مع الشيطان لكي ادحر الارهاب. لماذا نقبل منه هذا التصريح ونعيب على الآخرين أن يتعاملوا بوضوح حتى يعود البلد العراق؟ يعني تركيبة العراق مفقودة اليوم، تركيبة الدولة مفقودة اليوم. أحتاج شخصيات جديدة تحظى بمقبولية الجميع، خلفية عندها تاريخية ثقافية، خلفية سياسية، وإن كانت أجب على الإطار إذا ما أراد أن شكل حكومة لازم يدعمها ويوقف وياها، وما لازم يتركها بلحظة تظاهرات. صارت تظاهرات ما لازم أترك هذا رئيس وزراء، صارت أي خلل أي إشكال مع دولة مع فلانة خلاص أنا هذا رشحت لازم أدعمه، وهذا ما لم يحصل مع السيد عادل عبد المهدي للأسف، ووصل البلد إلى ما وصل إليه وجيء بالسيد الكاظمي حتى تستمر حكومته تنفيذا لكثير من مما لا يريد العراقيون، حتى الذين خرج اليوم على السيد عادل عبد المهدي
تشرين وما تشرين حصل اليوم نادمون. أنا أعرف الكثير منهم نادمون لكن لا يستطيعون الإفصاح. لذلك نحتاج الإطار التنسيقي أن يكون واضحا وقويا وجريئا باختيار رئيس وزراء يدعمه ولا يتنصل عنه كما حصل مع السيد عادل عبد المنعم. طيب ربما هذه تحديات كبيرة، لكن ما مدى صعوبة هذا التحدي سيد مهند بخلق علاقة متوازنة ما بين إيران وروسيا والصين من جهة والولايات المتحدة والسعودية ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى؟ يقدر الإطار أن يحقق حكومة تسير بسياسة التوازن ما بين هذه القوى؟ نعم، بشرطين أساسيين. الشرط الأول أنه يكون خيارهم صحيح لرئيس الوزراء ويكون مدعوم من قبل الأطراف السياسية بقوة ويتبنون هذا الخيار، يعني يقفون بظهره في مشروعه. الأمر الثاني، كلما كان الواقع السياسي أقرب للجماهير وأقرب للناس لا يستطيع العامل الخارجي ضرب الحكومة بأي شكل من الأشكال. أنه حتى أنه نرى في قضية باكستان، البرلمان الباكستاني أقال رئيس الوزراء. الجماهير ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ خرجت بالملايين. حتى قضية أردوغان يوم أرادت تنقلب عليه المؤسسة العسكرية انقلاب، ماذا صنع؟ أمر واحد، أنه تويتر قال أنه على الجماهير أن تخرج إلى الشارع. فإذا أكو دعم جماهيري وأكو دعم سياسي من الداخل، أي مشروع خارجي راح يفشل بالعراق. لذلك أنا أتوقع أنه التيار الصدري انسحب من البرلمان، ولكن ليس له نية النزول إلى الشارع وإشاعة الفوضى. لا أتوقع أنه التيار الصدري يريد الفوضى في العراق، لأن إذا كان الفوضى في العراق هو أيضا يتضرر. طيب شن اللي يريده من كل هذه الحركة السياسية؟ ومعقول التيار الصدري استقال من البرلمان وترك العملية السياسية واعتكف خلاص؟ واحد من الأمور، لعله يريد إعداد نفسه إلى الانتخابات المقبلة من غير إثارة أي أو مظاهرات. لأن التيار الصدري، نحن متفقين على أساس أنه التيار الصدري لا يريد الفوضى في العراق، هذا واضح، انه الفوضى تضر الجميع ويعرف مخاطر الفوضى. ولكن المشكله الاساسيه بعض الاطراف المدعومه من الخارج تحاول استغلال الخلاف بين التيار الصدري وبين الاطار، لذلك هي تدخل على الخط. التيار الصدري نفس السيد الصدر اكثر من مره قال انا لا اقطع شارع، لا اعطل مؤسسه حكوميه، انا ما اقدر هذا كله اسويه لان هذا يضر بالمواطنين، وإذا ما سوت تيار الصدر راح يعاتبهم. بس هم قال ماكو وطن، طيب. ماكو دوام، ماكو كذا. نعم، أغلق هم أغلق الشوارع، يعني خلينا نكون واقعيين. إحنا ناخذ أنه ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. فإذا صارت هاي الفوضى، فإما نقول لتيار الصدر أنت مسؤول عن هاي الفوضى، لو أنت ما مسؤول عنها، حتى أنه لا تكون يدخل طرف آخر خارجي ويتبنى هذا الموقف ويخلي التيار الصدري بالواجهة. أنا أتحدث بالأمر العام، يعني اليوم لو سألت أي واحد من التيار الصدر أنت تريد فوضى بالعراق؟ تريد تعطل كل الحكومات؟ وبعدين شنو اللي تريده؟ أنه خلي طيب. نكون واضحين، هذا من جانب أنه حتى وإن كان يعني مخالف لبعض الأحداث بالواقع، ولكن هذا الإطار بالإطار النظري أنه نقدر نعتمد عليه. وجود التيار الصدري جدا مهم، تمثيله للشارع العراقي، تمثيله الشيعي بالبرلمان كان 73 مقعد مو قليلة، لكن التيار لم يبقي ربما خط حوار مع الأطراف السياسية، مع قوى الإطار الشيعي. لكن ما مدى أهمية أخذ رأيه وأن يكون موجود بالعملية السياسية المقبلة، مو برلمانية، سياسيا على الأقل؟ والله أهميتها بأهمية تماسك الإطار. لنكون واقعين، الشارع اليوم الشارع الشيعي منقسم على نفسه بسبب الإطار والتيار. لكن قل لي الشارع بالخارج من الذي يديره؟ تديره الخدمات، تديره الحاجة، يديره ما يجري في الوضع المأساوي الذي يعيشه كل مواطن عراقي. بالنهاية أنا لو كنت بدل الأخوة بالإطار، يجب أن أضمن عدم الذهاب التيار إلى الفوضى باختياري رئيس وزراء إشكالي. أختار شخصيات وأتفق أقعد ويا السيد صدر، مو بعيد علينا. لكن قطع أي خط حوار بالمرحلة المقبلة؟ لا موجود الحوار، هذا القطع الحوار هذا موجود. بالنهاية هو داخل البيت الشيعي، شيء نام عليه، ما يقدر حتى يخرج خارج البيت الشيعي. يعني بالنهاية هو داخل البيت الشيعي، وما قراره وما حتى المقر مالته هو مصدر قرار البيت الشيعي. نجف للأشرف،
يعني بكلمة منها أخرجت الملايين لكي يدافعوا عن إخوتهم السنة في العراق، صحيح؟ لذلك مو بعيد عن البيت الشيعي، من الأفضل ومن الأجدر ومن الأجدر أخلاقيا اقتصاديا أمنيا سياسيا اجتماعيا أن لا آتي بشخصية تثير الإشكالات مجددا مع التيار الصدري وتجعله ينتفض كما انتفض في تشرين وما حصل في تشرين. أذهب وأتفق معه أو أطرح عليه، يعني لا أخرجه، هو يخرج يخرج، لكن مو أنا اللي أدفع على الخروج. هاي أيضا شغلة مهمة. طيب المرحلة الحالية حساسة جدا ربما من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية خصوصا، لكن تعتقد راح يكون دور للطرف الثالث الذي كان له دور مسيء سابقا راح يكون إلى دور بالمرحلة الحالية؟ ليش هو الطرف الثالث بعد ما إلى دور موجود عايش بنصنا؟ الطرف الثالث هو من أوصل الوضع لأن يكون خلاف بين الأطراف الشيعية وبين الأطراف السنية وبين الأطراف الكردية. اليوم ترى مو بس البيت الشيعي، وأنا وأنت أستاذ مهند يعرف الكل مختلف. من وضع هذا الاختلاف؟ هو الطرف الثالث. من جزأ الجزء؟ أن أذهب لأجزئ الجزء وأشتت الآخرين لكي أهيمن عليهم هو الطرف الثالث. الطرف الثالث هو الذي يشيع الفوضى. الطرف الثالث مخترق رئاسة الوزراء بذاته. الطرف الثالث مخترق البرلمان. أنا تعرف جيدا ما أتكلم. دول كثيرة اليوم هي التي تأمر بأن ينفذ كذا قانون أو لا ينفذ. الطرف الثالث هو الذي يهدد. الطرف الثالث هو الذي يستهدف اليوم منظومة الكهرباء. الطرف الثالث يذهب إلى الأمم المتحدة بغطاء وبعباءة لا نعرفها شيء لكي يقول غير ما يجري من حقائق. الطرف الثالث الأمم المتحدة تدعمه والولايات المتحدة وكثير من الدول تدعمه. طيب حتى يبقى طيب العراق. اسمح لي أقاطع سيد مرتضى. اليوم هناك أزمة وقود بحسب تأكيدات أنها مفتعلة، تردي بالواقع الكهربائي بشكل كبير. هذه الأمور فعلا مفتعلة تناغما مع المرحلة السياسية؟ كل الأمور مفتعلة وستتفاقم الأمور وستكبر الإشكاليات أكثر. لكن أنا صراحة أرى بالطرف الآخر أرى جهود حتى لا تكبر الأمور، وهذا شيء جيد يعني من الأخوة الكرد السنة الشيعة بكافة الأطياف. أرى جهود، الجهود أن لا تتفاقم الأزمات، هذا جيد، هذا مؤشر جيد حتى لدى المواطن، حتى لدى المسؤول التنفيذي الموظف. وأنا وأنت شاهدين يعني الأزمة اللي صارت مع البنزين ببغداد حاولوا يحلوها بسرعة. الأزمة صارت بالبصرة، صارت أزمة بالبصرة قبل فترة، وقود أو غير وقود أو كهرباء خلال يومين تحلت. أزمة الإقليم اليوم بالوقود أيضا خلال يومين ثلاثة تنحل. إذن أزمات متتالية يمكن بالأيام الأخيرة، مفتعلة. حرائق مفتعلة، مفتعلة. عدد كبير من الحرائق والكثير من كل المشاكل. كل شيء مفتعل بالعراق إلا موضوع طيب. الكهرباء تتحكم به الولايات المتحدة بشكل كامل ولديها فرقها الخاصة التي المسؤولة عن حتى تفجير هذا، وإلا ما مصلحة أحد يعني اليوم يفجر برج ناقل الكهرباء ناقل من مصلحة منه حتى تبقى البلد كما هو، يبقى المواطن العراقي عاني. قرار الكهرباء اتخذ من 1991 إلى هذه اللحظة. إحنا قرار الكهرباء يا شعبنا العراقي لا بيد المالكي ولا بيد الصدر ولا بيد الخزعلي ولا بيد برزاني ولا بيد أي أحد ولا بيد إيران ولا السعودية، قرار أمريكي 100%. كل الدلائل والمؤشرات، شركات الأمريكية المتعاقد سنين احنا نتعاقد ويا الشركات الامريكيه بامكانها بسنه واحده تغيرها، وشركه سيمنز الالمانيه علنا حصلت يعني هددوها علنا الشركات الامريكيه والحكومه الامريكيه باعتراف السفير الالماني، هددت الشركات الالمانيه عن انجاز المشاريع حتى يذهب جهد ومال العراق ونبقى خاضعين لمصر والاردن وغير الاردن اللي ما عندهم كهرباء اصلا. لذلك ما يجري فقط الكهرباء قرارها مو عراقي خالص 100% كما هو الاجواء وكما الكثير من الامور. الطرف الثالث موجود، الطرف الثالث يتحكم بالعمليه السياسيه، الطرف الثالث زور الانتخابات وصلنا الى كل هذا الانسداد، الطرف الثالث خلق توليفه حجاب مكعبات وحطها على هذا ما تركب. لذلك انسحب التيار الصدري، شخص التيار الصدري. اما ان يكسر كلامه في عدم الذهاب مع الثلث المعطل، الثلث المعطل هو من يحسب الاطار ومن تحالف مع الاطار. لذلك اظل بحيره شو اسوي يعني؟ ما اقدر اشكل حكومه، خلاص محكمه اعطت قرار بوجود 220 فما فوق حتى اقر رئيس الجمهوريه وحتى اقر رئيس الوزراء، وهذا ما راح يتحقق ابدا، ما راح يتحقق.
طيب. الكل وصل الى انسداد، لذلك الطرف الثالث هو من صنع هذا الفوضى. طيب سيد مهند، قضية اختلال التمثيل البرلماني لشرائح واسعة حاليا من المجتمع، مثلا جمهور التيار الصدري النواب انسحبوا قدموا استقالة، هناك حديث ربما جدل انه يحق لهم لما يحق لهم انه يقدم استقالة واكو الالاف اللي انتخبوه. بالمقابل هؤلاء الجماهير، يمكن جمهور التيار الصدري كان اصواته 850 الف ما يقارب هذا الرقم، الاطار القوى الشيعية المكونة للاطار الشيعي راح تقدر تحقق خدمات الجمهور، الجمهور التيار، وبالتالي هكذا الجمهور الواسع يكون راضي على المرحلة السياسية المقبلة؟ نعم، هي الخدمات ما محصورة بجمهور واحد، لأن الجمهور هو خليط. لا، أكو مناطق، يعني ما يقدروا مجهات سياسية. نعم نعم، إذا يقدروا يجب عليهم أن يقدموا. نعم. الجمهور حتى للذين يقدموا، وإلا ما تكون حكومة. نعم هذا ما يسمى بلد. نعم هذا. طيب. هذا واضح أنه إذا كان هناك غياب لبعض الجمهور مو أنه إحنا نحرمه، يعني شنو يعاقبوه؟ لازم مو هذا، هذا مو 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 حل أصلاً، وهذا يعني يعتبر جزء من الخسة. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه الخدمات هي عامة لكل الناس. مثلاً أنا أشوف أنه التحدي الكبير الآن أمام الحكومة المقبلة هو تقديم خدمات من جانب مثلاً البطاقة التموينية، لأن قانون الأمن الغذائي انقر على أساس أنه هو أمن غذائي للناس. لا. فهذا الملف إذا صار بإخفاق يعني أكون هناك فساد وسرقة، والآن الكرة في ملعب الإطار، لأن التيار انسحب، هو نادى بهذا المشروع ولكن انسحب، ولكن أقروا هذا الأمر أنه لازم تقدم من جانب بطاقة تموينية وأن تكون منظمة وبشكل مدروس وشكل صحيح ويكون من أولوياتهم واهتماماتهم الأساسية. الأمر الثاني النظر إلى قضية الخريجين حتى لا تستغل من الأطراف الخارجية أو بعض الأطراف الداخلية، أنه شفنا أنه بالناصرية غلقوا بعض الدوائر، وأنه لا تقدر أنت تنصدم وياهم على أساس هم خريجين، فما تقول عليهم أنه فوضويين وغيرهم. وبالمقابل أنت لازم تسوي لهم حل، هذا حل لازم أنه يكون موجود. الأمر. طيب. الأمر الثالث. نعم. أنه لابد أن يكون كل عائق أمام الحكومة أن يظهرون للشارع ويقولون ماذا يعانون، يعني ماذا هو المشروع وما هي العقبات، حتى يبينون للناس أنه هاي العقبة فهاي الجهة مسؤولة عنها، مو أنت تتحمل. يعني مثلا بعض. طيب. رؤساء الوزراء عبر المقابعة. ايه؟ سيد مهند، لكن جمهور التيار الصدري جمهور ربما عانى الأمرين طيلة السنوات الماضية من زمن النظام المقبور وحتى الآن، جمهور وشارع ساقط على واقع الخدمات والبطالة والواقع الاقتصادي المتردي، لكن ما مدى خطورة هذا السقط الجماهيري إذا ما استمر تردي واقع الخدمات والواقع الاقتصادي بالعراق؟ ما أعرف أستاذ بشار، كأنه تتحدث عن جمهور التيار الصدري وأنه يعيش بأقليم الوحدة. تيار الصدر هو خليط بالمجتمع، يعني تيار الصدر موجود في البصرة وموجود في ميسان، موجود في الناصرية، موجود في مدينة الصدر، موجود بالشعلة، موجود بالكاظمية، هو خليط، فكلها عانت مثل هذه المعاناة. كل الجمهور العراقي هو يعاني من. نعم. هذه المشاكل. جمهور تيار الصدر ربما ملتزم بقيادته ومنضبط. نعم. بشكل كبير. نعم. حاليا قيادته تاركته من الواقع السياسي وتمثيل برلماني ما موجود. نعم، ولكن إلها سلطة عليه أنه إذا يتحركون هم، ما أتوقع أنه التيار الصدري يتقدم على قيادته. هذا أمر واضح جدا، أنه هو يخرج للشارع أو أنه هو يثير فوضى، أو مستحيل هذا. ولكن ممكن الداخل. نعم. وياك بيها. أولا التيار الصدري انسحب من البرلمان ولم ينسحب من الحكومة. أنت اليوم الدولة العميقة هي التيار الصدري، الكثير من مفاصل الدولة هي التيار الصدري، وزارات هي التيار الصدري، الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التيار الصدري، وزارات بكاملها هي التيار الصدري، إنها التيار الصدري ما عاف الحكومة، عاف البرلمان، تمثيله بالبرلمان لوجود إشكاليات. هذا السيد الصدر ما سحب الموظفين بالحكومة والوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ما شالها وانطاها، كل هذه المفاصل هي التنفيذية بيد التيار الصدري. لا. طب إحنا البرلمان اللي عليه إشكال، اللي هو ذول الكم نائب الموجودين، سحبهم من التمثيل البرلماني، لكن الرجل موجود بالدولة، والتيار الصدري الآن يدير الدولة بكافة شؤونها ومتداخل بالدولة منذ 2006 لهذه اللحظة. يعني هم خلينا نكون واقعيين، التيار الصدري مو خارج الدولة، كل البلديات، دوائر البلدية الموجودة ببغداد 95% تيار صدري، كل البلديات المحافظين، كم محافظة كل هاي ما لازم احنا نتركها، بالنهاية هذول تيار صدري موجود، تنفيذ الأموال ترصد وهو ينفذ. التيار الصدري جزء من هاي الحكومة،
وما يقدر يطلع منها، طلع من البرلمان لعدم اكتمال الأفكار الموجودة برأس قيادة التيار الصدري بأن استبعاد فلان أو فلان، أو ما صارت الأمور، ما تحققت مثل ما يريدون. أطلع من البرلمان، حكومة تبقى على أمل أن أجري انتخابات أخرى، وعلى أمل أخرى يعقد عليها أيضا الاتكاء على الشارع. بالنهاية الشارع مطيع، شارع مطيع مهما يكون، هاي كلها هي توليفة، تخلق توليفة، توليفة ربما تعقد المشهد، لكن بالمقابل أكو بارقة أمل. جانب آخر سيد مهند، حكومة الخدمات اللي تتحدث عنها قوى الإطار الشيعي ممكن أن ترى النور وتنجح بهذا البرنامج الخدمي فعلا، وهناك فساد متفشي بمفاصل الدولة؟ لابد أن يكون هناك سلطة وحاكم ورئيس وزراء، هذا أمر مفروغ منه، حتى أنه إن كان هناك فساد، إذا كان هناك فساد كيف يصلح هذا الفساد؟ إن لم تكن هناك منظومة حكومية قادرة على إصلاح هذا الفساد. أنا أشوف أنه مرات في بعض الجزئيات أنه نضع أولويات، إحنا نأخذ بعض الملفات الأساسية نقدم بيها وبعدين نلتفت إلى المفسدين، بس ما نخليهم يعطون المشاريع الأساسية. طيب. لأن كثير من المفسدين الموجودين لهم جذور ولهم قوة ولهم مصالح ولهم دعم وأصبحوا إمبراطوريات، فهاي المشكلة أنه أنت لا تدخل وياهم بصدام مباشر الآن، ولكن حاول أن تحقق مشاريع أنه هاي المشاريع كلها يعطلوها على شرط أنه لا يعطلوها، يعني تقدر. طيب. أنت لكن من لكن جانب... في هذه الحالة سيد مهند، يعني حتى ينجح الإطار في برنامجه الخدمي بالمرحلة المقبلة لازم يواجه العامل الخارجي، العامل الداخلي، المعرقلات، وكذلك موضوعة الفساد. كل هاي المعرقلات يمكن أن تتمكن عليها قوى الإطار أو الحكومة الجديدة المنتظرة وتنجح بتقديم خدمات. أستاذ بشار، هناك كلمة لكاسنجر جميلة يقول أنه النجاح ليس محطة تصل إليها، ولكن النجاح هو تخطي دائم للأزمات. النجاح أنه مو أنت وصلت استلمت حكومة وصلت بالرئاسة وبيدك السلطة، النجاح أنت شلون هاي الأزمات تتخطاها بشكل دائم. منو قال الحكومة سهلة؟ منو قال أنه الإنسان اللي يحكم واللي تكون عنده سلطة الطريق معبد إليه؟ هو ليش أنه إحنا مطينا هاي الامتيازات وهالحمايات وأنه بشخطة قلم يغير مصير البلد؟ شنو هاي مطين هاي على سواد عيونه؟ أنه هو أكفأ، هو كفوء، يقدر يقود هذا المسألة. مثل الإنسان أنه يتزوج، واحد يجي يقول له وراك أطفال ووراك مصرف عائلتك ووراك لازم تطلع ببيت ووراك لازم، فيتضاعف جهده. أي هو هذا الواقع، الواقع أنه اللي يستلم حكومة لازم يكون واعي بالمخاطر والعقبات وقادر على اجتياز هذه العقبات، أنه مو شغلة. طيب. سهلة، مو شغلة سهلة. لكن في هذه الحالة هل سيطول الأمد سيد مرتضى بتحقيق ما تحاول قوى الإطار تحقيقه من خدمة للمواطن العراقي وتجاوز هذه العقبات؟ بلا شك سيطول الأمد للأسف، لكنه طال كثيرا من 2003 حتى الآن. المعطيات السياسية والغير منطقية وغير متاحة لقوى الإطار حتى تشكل حكومة قوية متينة تحدثنا عنها في هذه الحلقة لتقوم بالخدمات، إلا إذا تم اتفاق من وراء الطاولة وتم ترضية الآخرين على أن نيابة سنجتمع اليوم حتى نشكل حكومة. أنا أتنازل شوية لك، أنت تتنازل إلي، من أجل الشعب نقدر نخلق هاي التوليفة؟ إحنا مضينا، ما نقدر، لا، ستمضي الأمور إلى انتخابات مقبلة. الشارع يغلي، الشارع هناك كثير من المشاريع معطلة. صحيح المشاريع التي سنها والاتفاقية مع الصين، السيد عاد عبد من اليوم بدأ، السيد الكاظمي وغيره بدأوا يتعكزون عليها حتى يخلقوا الإنجاز اللي هو مو إنجازهم أصلا، لكن ما يجري في الشارع، المعطيات السياسية، عدم اكتمال نصاب القانوني للبرلمان، هذا كلها قضية. أنا اليوم ما أقدر أروح أسوي أختار رئيس جمهورية ورئيس وزراء وأشكل حكومة إذا ما أكمل البرلمان. أول الحلقة ذكر أستاذ مهند هناك إشكالية بالبرلمان، يرجعون يطلعون التيار، تبقى الأمور معلقة، من هو الشريك والرابط في إرجاعهم أو عدم إرجاعهم وإعادة مثلا دول اللي صاروا ثاني يصعدون، هذا كله مبهم. أنا وأنت ما نعرفه، إحنا مجرد نستقرأ، نعرف معلومة أنه الاستقالة ذهبت إلى الحنانة، نعرف معلومة، لكن ما طلع لنا سياسي، ما طلع لنا مقرر البرلمان يحكي لنا
ما طلع رئيس البرلمان ذاته حتى الكتل السياسية وقياداته كلها سنة شيعة تيار إطار غيرهم ما حد طلع عنا ووضح لنا الأمور بشكل واضح. الشعب اليوم يعيش هذا الإبهام، هذا المشهد الضبابي يؤثر على الجميع ويؤثر على الشعب بشكل خاص ويؤثر على السياسيين نفسهم لأنهم لم يزرعوا الثقة بينهم وبين المواطن، وضعوا هذه الحواجز الشفافية اللي تكلم عنها السيد مهند واللي أنا وأنت اليوم ننتظرها، الشارع ينتظرها، المشاريع غير معلومة إيش قد فلوس المشاريع، قانون الأمن الغذائي غير معلوم، قرروا قانون خلوا بيه أرقام لكن من يراقبه، كلها هذه إحنا نعاني منها. طيب إحنا مو مهم هسه تشكل حكومة لو لا هسه تشكل، أنت المهم أعطيني أساسيات مقومات البلد، وأنا أدعو من هذا المكان إلى إنشاء مجلس سياسات أعلى لا علاقة له بالحكومة، يعني تشكل ما تشكل إحنا عندنا مجلس من 5-6-7 من حكماء العراق يجلسون حتى لا تفلت الزمام الأمور السياسية منهم، هذا طبعا سنة معمولة بكل بلاد العالم، بالنهاية هاي أمريكا نفسها ما عندها مجلس شيوخ، ما عندها فوق الشيوخ مجلس، بريطانيا كل هاي، إيران كل الدول عندها مجلس حكماء سياسات أعلى. ماذا يا أستاذ طيب. مرتضى خاطر يقولون عليه مثل المحكمة الاتحادية مسيس، بالنهاية حتى لو يقولون مسيس وممكن بهذه المعطيات السياسية يمكن أيضا أن يسيس أو يتم تقسيمه، خلي يتقسم بس طيب. يكون عنده مقبولية عند الجمهور يثق به، خلاص أكو فد 6-7-8-9 إلى آخره، هذول متأكد المواطن العراقي أن البلد لا يذهب إلى هذا الانحدار، كل يسمع كلامهم اعطيني هيش نماذج، اعطيني مجلس السياسات أعلى تقدر تأخذ مني دولة وما تعصف بيها اللي أصف. الشكر جزيل لكم الباحث بياشان السياسي مرتضى تميمي، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا لك سيد مرتضى، وشكر لكم عضو مركز الهدف للتحليل السياسي مهند جواد، شكرا لك أستاذ مهند كنت ضيفا كريما علينا، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.